ولنقاش ملف ظاهرة الجفاف في العراق ينضم إلينا عبر الهاتف من العاصمة بغداد خبير الزراعة والموارد المائية تحسين الموسوي. أهلا بكم سيدي. أهلا بكم، تحية لكم ولكل متابعيكم الكرام. أستاذ تحسين، حذرت وزارة الموارد المائية بانخفاض حاد في الحصة المائية في العراق في العقد المقبل، ما أسباب قلة المياه والجفاف الذي يهدد العراق والعراقيين؟ شكرا جزيلا. حقيقة مسألة الجفاف ونقص المياه وهذا الحديث هذه هي أزمة عالمية كل يعلم بها، لكن ما يخص العراق أنه لا توجد استعدادات للأزمة ولا توجد تحذيرات رغم كل الإطلاقات والتحذيرات والتقارير الدولية وتحذيرات العلماء من أكثر من 3 عقود، إلا أنه لا توجد الآن صاغية حقيقة. لكن الآن الوضع اختلف، الوضع أصبح وضع خطير جدا، ليس ينزل بكارثة وإنما بدأت معالم الدمار تظهر، خاصة بفقدان بتمدد الصحراء، بفقدان التنوع الأحيائي. اليوم أيضا فقدنا النشاط الزراعي، بدأت الهجرة تكثر، بدأت نسبة البطالة تزداد، سترتفع الملوثات، أسباب كثيرة. للأسف كانت هناك استعدادات عالمية من كل الدول وخاصة دول المنبع المتشاطئة مع العراق، استغلت ظروف العراق، قامت ببناء السدود والممرات وحرف الأنهار وحجز المياه. الآن عندما نتكلم عن الأزمة العالمية، هي الأزمة موجودة في كل مكان، لكن بالعراق الظرف يختلف. أشرنا قبل فترة من خلال قناتكم الكريمة أيضا أنه القانون الدولي أجاز على تقاسم الثرى، لكن للأسف دائما العراق يكون هو المتضرر، سواء في زمن الوفرة حتى في زمن الوفرة وزيادة المياه والفيضانات، نلاحظ أن العراق يكون ممر ومستودع لهذه المخلفات. لكن الآن الظرف اختلف، تغيير مناخي، يعني اللي يحصل بالعالم هو زيادة الطلب على المياه والعرض ثابت، لكن العراق بدأ يفقد من العرض مالته. أنا استمعت للتقرير على أن العراق راح يفقد بحدود 30%، لا هذا رقم مو دقيق، العراق حاليا فقد أكثر من 50%، وهذه لغة أرقام. أما يعني الأزمة الحقيقية الفعلية اللي تبدأ وعدم الحلول، أنه هناك سببين وخطرين، أنه أزمة داخلية وأزمة خارجية. الأزمة الخارجية اللي تتعلق بملف المياه، نلاحظ لحد هاللحظة هذا الملف مع الجانب الإيراني يكاد يكون مقفل. يعني الجانب الإيراني الآن مصادرنا من إيران وصلت إلى مراحل الانعدام، هذا جانب. الجانب التركي دائما ما يتحدث، انا اتكلم عن حصص العراق المائيه، يتكلم عن استهلاك المياه، لا يتكلم عن حصص العراق والحصه المقرره للعراق. الجانب السيء من الداخل واللي ايضا هذا يعيب علينا ومن ولا نستطيع الذهاب به الى المحاكم الدوليه، او لا نستطيع اقناع المحاكم الدوليه كوننا لا توجد لدينا سياسه حصاد مياه وسياسه اداره للمياه. تحدثنا سابقا لا زلنا نستخدم التقنيات القديمه، اتكلم تقريركم ايضا عن فقدان وحدات المعالجه، هذه كلها وقائع، لكن اليوم نبحث عن البدائل. وزير الموارد المائية أقر بتقاسم تركيا وسوريا الضرر مع العراق، كيف تفسر إذن المساعي الإيرانية للحد من الحصص المائية للعراق وخرق المواثيق الدولية والاتفاقيات حول دول المنبع والمصب؟ بالنسبة للجانب الإيراني الحديث واضح جدا، أنه لا يوجد أصلا، لا توجد مفاوضات مع الجانب الإيراني ولا توجد جهة تثب بهذا، سوى تصريح وزير المواد المائية قال رفعنا مذكرة إلى وزارة الخارجية العراقية وبإذن الله سيكون. أنا أعتقد هذا التصريح يعني نتيجة الضغط والصرخة، نتيجة حجم الأزمة اللي ضرت بها مناطق ديالى وضرت بها مناطق البصرة، المناطق المحاذية اللي تتغذى على الأنهر المتشاركة مع إيران. لكن الحقيقة المشكلة يجب، وأنا بالمناسبة من خلال قناتكم يعني أقولها بصراحة، أن وزارتي الزراعة والمياه بشخص وزيرهم الحاليين هم من أكفأ الوزراء ويمرون بظروف صعبة جدا وقاسية، لكن على وزير الموارد المائية مصارحة أكثر، لا يتحمل المسؤولية. مسؤولية مفاوضات المياه ليس هو، هي إدارية، هو وزارة إدارة فنية. إضافة إلى ذلك هذا الملف الكبير الخطير الدولي العالمي،
هذا لا يكون على مستوى وزارة، هذا على مستوى دولة. وللأسف الكل يعلم أن العملية السياسية بالعراق عملية مشوهة، لا توجد جهة تتحمل المسؤولية. كون الخطأ الكبير اللي تشكلت عليه العملية السياسية بعد 2003 ضرب كل مفاصل العراق، لكن وصلنا إلى مرحلة خطرة تتعلق بحياة الإنسان. اليوم نتحدث عن الحياة، يعني نتكلم عن فقدنا التنوع الحيائي، بدينا نفقد، بدأ النفوق عندنا، فقدان الأراضي من الصعب إيقاف الصحراء، التصحر الشديد من الصعب. هذا راح يكلفنا أيضا موازناتهم. هل تقصد أن العراق تأخر في مواجهة هذا الخطر البيئي والذي ينعكس على الاقتصاد والثروات الزراعية والحيوانية في العراق؟ أنا أقول بصراحة العراق تأخر كثيرا، ولا توجد لديه. العراق بالسبعينات عندما كانت هناك الخطة الروسية، ومن المؤمن تأخرت إلى عام 80 وأخرت الحرب العراقية الإيرانية، ومن ثم الحصار، وبعدها ألغيت، ومن ثم الآن بدأنا بإعداد دراسة الإيطالية واليابانية، وهي كلها لعرض المشكلة. لم نقم ببناء السدود لحصاد المياه، لم نعقد اتفاقيات للحفاظ على حصصنا المائية مع الدول المتشاطئة، لم نستخدم التقنيات الحديثة، لم تكون يعني بالمناسبة عملية الهدر بالعراق بالاستخدام عملية سيئة جدا، لا يتسع المجال لكي يكون هناك شرح وافي كي تكون هذه النسبة الفظيعة في هذا الظرف. نعم العراق لا يحترم الحقوق التصرفية للمياه، وعلى الرغم أن هناك سيطرة وتجاوز وتعسف مع العراق، لكن في نفس الوقت لا يحترم الحقوق التصرفية، لأنه في أزمة فعلية حقيقية. لكن للأسف الشديد أنا أعتقد الآن نوعا ما نلاحظ بين فترة وأخرى وزارة الموارد المائية تطلق، لكن أنا اليوم يمكن أكثر من لقاء أكثر من قناة أطلقت رسالة للسيد وزير الموارد المائية، وأني أحييه على كل جهود اللي بذلها، أطلقت أنه لي يطلق رسائل مطمئنة للمياه كي لا يتحمل المسؤولية مستقبلا. الوضع الآن وضع جدا صعب، أنا أقولها ليس هي لرسم صورة سوداوية، لا، لكن هذا الواقع. ما الحلول الممكنة في السقف الزمني القريب، على مدى قريب؟ هل يمكن تبني حلول سريعة للحد من هذه الأزمة أو تخفيف أضرارها على الأقل؟ نعم يجب أن تكون، والآن أصبحت حاجة ملحة. من أولا استخدام التقنيات الحديثة، ثانيا بوحدات المعالجة، استخدام أيضا مياه البحر ومياه تحلية مياه البحر، التطوير وسائل العيش، الاعتماد على الواردات الداخلية، والذهاب للدفاع عن حقوقنا وحصصنا المائية. يجب أن نستحدث أيضا أصناف جديدة. العالم بدأت تغير أصنافها، أتكلم عن الجانب الزراعي، الأصناف اللي تتحمل نسبة ملوحة واللي تتحمل نسبة جفاف، تقليل الزراعة المحاصيل الاستراتيجية اللي تستهلك كمية عالية من المياه بالوقت الحالي، إعادة تدوير المياه، يعني وسائل كثيرة. يعني على سبيل المثال غلق البحيرات الطينية، الآن كلها بحيرات مغلقة كون تستهلك كمية عالية من المياه، الآن لا توجد مشاريع السقي القديمة هذه السياحية تلقى، تكون هناك أنابيب. يعني الحديث يطول بها، الحلول كثيرة والبدائل كثيرة. فرض كذلك يجب أن تكون هناك عقوبات رادعة على تلويث البيئة. جانب البيئة اليوم جانب معدوم بالعراق، لا توجد لدينا أي قوانين بيئية، هناك قوانين صارمة يجب أن تطبق على المتجاوزين، على الذين يتسببون في ذلك. بالعكس اليوم هي البيئة عندما كانت جزء من وزارة الصحة، ووزارة الصحة هي من ترمي الملوثات في نهر دجلة. يعني شكرا جزيلا لكم أستاذ تحسين الموسوي، الخبير في الزراعة والموارد المائية، حدثتنا عبر الهاتف من العاصمة العراقية بغداد.